حكم ربط الشعر للرجل وصبغه جائز، يجوز للرجل يربط شعر والمرأة تربط شعر، المنهي التشبه، أن لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا تشبه المرأة بالرجل. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء من المترجلات، ولعن المخنثين وهم متشبهين من الرجال بالنساء. أما إذا أطال الإنسان شعره دون تشبه أو صبغه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.